يعني باش نعطيك واحد الرقم، يعني رقم اسود، وهو انه في تصاميم التاهيه السابقه التي كانت مبرمجه في الدار البيضاء يعني في 89 والتي انتهت في 99 ولكن بقات مستمره حتى 2010، يعني في 20 عام لم تنفذ مما ورد في تلك الوثائق الا 17% من السبيطارات، من المراكز الصحيه، من جرادي، من ساحات، من مدارس، من 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 يعني المرافق التي تحتاجها المدينه. للاسف الشديد 17% فقط، 17% فقط من مجموع المرافق. نعم. يعني مثلا كتلقى بانه في ظرف 10 سنوات يجب على الدار البيضاء ان تتوفر على 500 هكتار ديال المساحه الخضراء. في حين الدار البيضاء الان لا تتوفر على هذا العدد، علاش؟ منظمه الصحه العالميه كتقول لك اودي اي مدينه مدينه، يعني اوبامو خاص يكون فيها 10 الامتار مربعه لكل مواطن. في حين مدن اخرى وصلوا ل 15 20 27 بحال بروكسل بحال واشنطن عندهم العتبه تجاوزوها بكثير، فيان الى اخره، الدنمارك يعني كوبنهاغن. حنا في الدار البيضاء عندنا 1% يعني عفوا المتر مربع، عفوا المتر مربع لكل مواطن سميتو. علاش؟ كما قلت لانه في التخطيط ديالك انت في الميزانيه ماشي كتحرص على انك تبرمج الاموال لتنفيذ هذه البرامج على اشطر وادفاء ودفع الشركاء ديالك الحكومه والمؤسسات العموميه ايضا الى الوفاء بالتزاماتها، التعليم، التعاون الوطني، الرياضه، الصحه الى اخره. لا، الناس كيتعاملوا مع الدار البيضاء بمنطق الهمزه. انا هنا باش كندير واحد التعمير ديال الهمزه، لا ويلي الفلوس، لا ويلي شي همزه، انا اللي كنمشي ليها، ولكن الحاجه اللي فيها مصالح السكان وفيها المصلحه ديال المدينه ما كتكونش مطروحه. علاش؟ حيت انا الدار البيضاء ملي كنقول راها الرافعه ديال التراب الوطني، راه ماشي جاوا الخبراء وداروها كهباء منثورا، لا، راه داروها على اسس مسنوده. راه المغرب الان عنده واحد التوجه افريقي خطير، وهذا التوجه الافريقي راه ما عندكش مدينه قويه راه ما يمكنش لك تبقى غادي في المنافسه، حيت عندنا منافسين داخلين معنا، داخل معنا اثيوبيا، داخل معنا مصر، داخل معنا تركيا، داخل معنا جنوب افريقيا. فالضرب اذا انا ملي جيت درت في هذاك القطب المالي، راه ما درتوش هكاك يعني من الناحيه الترفيه، راه درتو انا باش نغزي الاسواق الافريقيه من جهه، من جهه ثانيه ملي حطيت انا الفلوس كمغربي، حطيت الملاير، يعني حنا كمغاربه، حطينا الملاير في مطار محمد الخامس، راه ماشي حيت شاط عندنا الفلوس باش نحطها في مطار محمد الخامس، راه باش يلعب الدور ديالو كهب، باش على اساس انني اروزي افريقيا ونطحن دوك الشركات المنافسه ديال المغرب، وهكذا دواليك. لكن للاسف الشديد يعني عندك واحد بحال ديك الاراده اللي كتقتل الشجره ديال النخيل، يعني كتجيك لتحت هي العمده وهي هذا الوالي كيجيو لتحت وكيبدا يهرسولك هذا المجهود وهذا المعمار اللي انت كتبنيه كمغرب، كيجيو هما تيهرسوه لك، وديك النخله الباصقه الشاهقه عوض ان تدوم وتستمر لقرون تيهرسوها لك في يومين.